كانت الجلسة حول لجنة العفو يا قاسي، والمناقشات كانت سرية جدا، وكان في إجماع على الدور الكبير والعظيم اللي قامت بيه لجنة العفو يا قاسي خلال الفترة الماضية. وكانت أغلب التوصيات في استدامة عمل اللجنة ووضع العديد من الإجراءات والإمكانيات والصلاحيات للجنة لرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. الجلسة دي بتضم عديد من الطوائف الاجتماعية داخل هذه الجلسة، فمنها الأحزاب السياسية، ومنها طلاب جامعة، ومنها أعضاء التنسيقية، منهم النواب ومنهم الأعضاء الفعالين.